اخوت هادو راه تيدخلوا فيهم العودان، ركز هنايا والله العادي ما لاش يدخلوا عودان، 4 5 العودان تيدخلوا من هنايا، ركزوا هنا ما بين لاسوسياسيون ديال الدرايفر والونترينور وما بين الدرايفر والشوفر. السلام عليكم اخوانا، احنا جينا في حلقه ثالثه باش نشوفوا الكانتي ديال نهار الاحد 23 فيفري 2020. اول حاجه كما تتعرفوا هذه الحلقه الثالثه، غادي نشوفوا فيها النجاحات ديال الدرايفر وديال لي زونترينور في اخر عامين، وغادي نشوفوا النجاحات اللي في لاسوسياسيون ما بين الدرايفر والزونترينور وما بين لونترينور والشوفر الخوت. وغادي نشوفوا في الثانيه الريزيمي ديال الحلقه الثانيه والاولى، وغادي نشوفوا البروغرام في الاخر الخوت. بلا ما نطول عليكم، هاد الاناليز كلها راه مزيانه الخوت، راه تفرجتي فيها راه ما غاديش ندم. يلا نمشيو هنايا، هنا لي درايفر اللي عندهم نجاحات بزاف في هاد 3 سنين الاخرى، كاين جون ميشيل وازير 46%، كاين إيريك رافان 42%، كاين نيكولا بازير 38%، كاين أدريان لامي 34%. هنا لي زونترينور الخوت، كاين 7 45%، كاين 4 42%، كاين 11 42%، كاين 13 42%، بثلاثة ديال البازير معاهم 7. هنا الخوت لاسوسياسيون ما بين العود ولونترينور، كاين جون ميشيل بازير تركب على عودو 57% ديال لاريوسي، 321 كورس، من وراه إيريك رافان 44% ديال ريوسي 146 كورس، من وراه أبريفارد ألكسندر أبريفارد 34% ديال الريوسي 80 كورس، راكب على العود ديال ميشيل بازير 7. فرانك عندو 33% ديال الريوسي 39 كورس. هنا لاسوسياسيون ما بين الدرايفر والعود، فرانك هو الاول 78% 18 كورس، ثاني جون ميشيل بازير 62% 53 كورس، الثالث هو الاولاني جوب 55% 11 كورس، 6 لورون 45% 52 كورس. كما تشوف اخوت هادو راه تيدخلوا فيهم العودان، ركز هنايا والله العادي ما لاش يدخلوا عودان، 4 5 العودان تيدخلوا من هنايا، ركزوا هنا ما بين لاسوسياسيون ديال الدرايفر ولونترينور وما بين الدرايفر والشوفر. هنا يا خوت العودان اللي غدا اون فورم في الكانتي، كاين 7 وكاين 9 والواحد والحداش والثلاثة والستة والجوج والتلتاش والخمسة والثمانية والربعة والعشرة والاثناش، هادو الخوت راه غدا اون فورم بالتتابع ديالهم. هنا الاخوان هنايا غادي نشوفو هنايا لي ريزيمي ديال الحلقة الثانية والحلقة الاولى يا خوت، لابارتي ديالها خاوية، ما خدينا حتى شي عود لحقاش ما تتعاونوش معايا باش نعزلو العودان، انا تنبغي نشارك معاكم كلشي، مي نتوما الخوت راه ما تتشاركو معايا حتى حاجة، المهم ما عليناش ماشي مشكل. هنايا خدينا في الحلقة الثانية في الباركور ريكورد، احسن ريكوردات في فينسن الخوت هما هادو، ولاعبينهم في نفس المسافة ديال 4150 متر، كاينين 4 العودة اللي لاعبين هاد المسافة، لاعبين في الباركور. هنا يا خوت في الديستونس المسافة راه لاعبين 5 العودان، نفس العودة اللي لاعبين فانسن، زيد عليهم الرقم 1، لاعب هاد لاعب هاد الديستونس مي ما لعباش في فانسن. هنا يا خوت احسن 10 درايفرات اللي مزيانين على حساب الفيكتوارات ديالهم في الكانتي، هنايا كذلك هو مثال لي زونترينور على حساب الرباحات ديالهم في الكانتي. نمشيو للعود رقم 1، كما تنشوفوا العود رقم 1 كما قلنا عنده الرقم الخامس في الديستونس، وعنده المدرب في السادس كلاسي السادس، انا على حساب لي فيكتوار. هنايا عنده لونترينور من كلاسي التاسع كما تشوف على حساب لي فيكتوار الخوت في الكانتي.
الرقم جوج ما عنده والو. انا على حسب الاناليزي تناليزي والخوت. الرقم ثلاثة عنده الدريفر اللي مزيان مكلاسي هو الثامن. الرقم ربعة عنده الدريفر مزيان كلاسي عاشر وعنده لونترينور كلاسي ثالث. الرقم خمسة عنده الرقم الثالث في باركور فينسنت وعنده الثالث في الديستونس الخوت وعنده المدرب مكلاسي تاسع وعنده لونترينور مكلاسي تاسع. العود خمسة ارتبان مزيان. العود رقم ستة عنده درايفر وعنده لونترينور درايفر مكلاسي سابع ولونترينور مكلاسي خامس. السبعة عنده الدرايفر اللي مزيان كلاسي خامس في الكانتي. تمنية راه مزيان عنده تاني ريكورد الخوت في باركور وعنده تاني ريكورد في الديستونس وعنده الدرايفر مكلاسي تاني على حساب لي فيكتوار وعنده لونترينور مكلاسي خامس على حساب لي فيكتوار في الكانتي. تسعود عنده الدرايفر مزيان كلاسي رابع وعنده لونترينور مكلاسي عاشر. العشرة عنده لونترينور اللي مزيان مكلاسي سابع. الحداش عنده الدرايفر مكلاسي ثالث وعنده لونترينور مكلاسي ثاني. الاثناش عنده رابع احسن ريكورد في باركور ورابع ريكورد في الديستونس وعنده المدرب مكلاسي رابع كما تشوف. 13 نتوما تشوفوا هو يقيل جون ميشيل بازير عنده احسن توقيت في الباركور واحسن توقيت في الديستونس وعنده احسن درايفر وعنده احسن اون ترينور الخوت. هذا ما يخص الاناليز الخوت الثانية. دابا غادي ندخلوا شوفوا البروغرام. هذا هو البروغرام الخوت ديال كانتي ديال نهار الحد 23 فيفري 2020 كما تنشوفوها. العودة اللي مشاركين من 1 حتى 13. هنايا الديستونس، هنايا جوا كان لي زونترينور بروبريتي لوريجين، هنايا داكشي لي رابحين لغاني، هنايا لا ميزيك ديالهم بلاسمون لي غاني الخوت، هنايا الكوطاج الاول غادي ب 15، الثاني غادي ب 74، الثالث غادي ب 94، الرابع غادي ب 44، الخامس غادي ب 32، السادس غادي ب 19، السابع غادي ب 11، الثامن غادي ب 18، التاسع غادي ب 6، العاشر غادي ب 28، 11 غادي ب 2، 12 غادي ب 49، 13 غادي ب 4. كما تشوفوا الخوت هنايا في لا سيليكسيون عاطين 11، تيو عاطين 9، لا بيل شونس كاينه 8 و7 و1 و3 و10 و6. هنايا لي فافوري عاطين 11 في سيليكسيون في الفافوري، 11 اللي غادي بيه ابريفارت عاطي الفافوري تا هو 13 و جون ميشيل بازير. هنايا لي بروبابل عاطين 9، كاين 7، كاين 1 و كاين 8. هنايا لي ديت كاين 6 و كاين 10. هنايا لي تروبل فيتر خوت كاين 5 و 12. هنايا لي جورنوش عاطين 13 في الراس، عاطين 11 في الراس، عاطين 9 في الراس. كما تشوف كل واحد شنو عاطي. هنايا الارقام اللي معطيين شحال خطره الخوت، كاين واحد 14 مره هو 6 و7 و9 و11 و13، كاين 8 12 مره و10 11 مره. بما يخص الخوت هاد لاكورس هادي انا نخليكم الارقام اللي بانوا ليا مزيانين الخوت، خليكم تمنيه العوده اللي بانوا ليا مزيانين. راه اللعب تيبان شويه صعيب كما تشوفوا الخوت. راه بازير راه تنقول غيكون هو الاول، يا بازير يا 11 واحد فيهم، يا 13 يا 11. المهم كاين 13 بالي يقدر يدخل الراس، كاين 11 تا هو راه ابريفارد راه مزيان، كاين 6
لورو تا هو راه مزيان، راكب على عودو غادي ب 19. كاين الواحد كوب راكب على عودو غادي عنده في كوطاج 15. كاين السبعة اوفري غادي ب 11. كاين تسعود نيفار غادي ب 6. وكاين العشرة لامي غادي ب 10. وكاين تمنية إيريك رافع غادي ب 18. هادو هما الخوت اللي بانو ليا العودة، بانو ليا مزيانين الخوت، ونتمنى الله يسهل على كل واحد الخوت. مي انت من الأحسن دير لعبك، شوف والله ما كاينش واحد يعرف أحسن منك. درنا الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة، هادي هي الثالثة. الحلقة الأولى أناليزينا فيها الخيل بوحدهم، الحلقة الثانية درنا فيها لي زونترينور، ودرنا فيها العودة في الباركور والديستونس الركورنات ديالهم، وشفنا لي زونترينور والجواك احسن اونترينور احسن جواك. دخل اخويا اناليزي بشويه عليك وغادي يبانوا لك العوده اللي هما مزيانين. والله يسهل عليكم الخوت، وسمحوا لي بزاف لا طولت عليكم.